اهلا وسهلا بكم مشاهدي بلقيس اينما كنتم، رمضان كريم وكل عام وانتم بالف خير. نرحب بكم الى الحلقه الثانيه من برنامج حيث الانسان. ثلاث جوائز يوميه بانتظاركم، مقدار كل جائزه 100,000 ريال يمني. سعداء بلقائكم في رحاب هذا الشهر الكريم من خلال هذا البرنامج الذي نسلط الضوء فيه على قضايا وقصص انسانيه نحاول لفت الانتباه اليها والى مثيلاتها في المجتمع اليمني. كما ان فقراتنا ايضا لا تخلو من الجوائز الماليه، وللمشاركة والفوز بهذه الجوائز لا يتطلب منكم سوى إرسال رسالة مجانية من خلال تطبيق الواتساب برقم الإجابة الصحيحة، فقط رقم الإجابة التي تعتقدون أنها صحيحة. إذن مشاهدينا الكرام، ثلاث جوائز يومية، مقدار كل جائزة 100,000 ريال يمني. نأمل لكم حظ سعيد بالفوز بهذه الجوائز. حلقة الأمس كانت بعنوان تلاميذ الشجر وكانت من محافظة مأرب. بداية موفقة للمشاركين في المسابقة، والتي سنعرض في آخر حلقة اليوم أرقام الفائزين فيها، لكن وأريد التنبيه له هو ضرورة إرسال رقم الإجابة فقط، الرقم فقط بدون إضافة أي أحرف أو كلمات، لأن نظام استقبال الإجابات في المسابقة هو نظام آلي لا يتعرف على الأحرف والكلمات، وبالتالي لا يتم احتساب الإجابة ضمن الإجابات المرشحة للدخول معنا في السحب. الوقت المخصص لاستقبال مشاركاتكم يستمر حتى الساعة 5 من عصر اليوم التالي. نتمنى لكم مشاهدين الفوز بإحدى جوائز المسابقة، ومجددا أهلا بكم إلى حيث الإنسان. مشاهدين الكرام، في هذه الفقرة سنذهب إلى حيث الإنسان. قصة هذه الليلة ستنقلنا إلى مكان مهجور من الحياة المدنية وخدماتها. هذا المكان يقع بين محافظتي المهرة وحضرموت. مسيلة الأحرار هي منطقة نائية لم تصلها الدولة، تفتقر لأبسط مقومات الحياة الطبيعية. نتابع معا هذه القصة وتعليق الزميلة هنا عليها، ونعيش معا تفاصيل وأجواء قصة مناطق معزولة وحياة دون طبيب. بين سلسلة هضاب وادي حضرموت المترابطة تربط المدن والقرى والأرياف ويتوزع السكان. مجتمعات بدائية نائية تفتقر لأدنى متطلبات الحياة في المحافظة التي تختزن في جوفها بحيرات النفط والمياه العذبة والثروات المختلفة. وادي المسيلة على نهاية انحدار الأودية وتجمع سيول الأمطار، حياة صعبة وظروف قاسية. قرى متناثرة تتوسطها منطقة تريوك. طبيعة الحياة في هذا المجتمع قاسية جداً، لكل من يأتي إلى هذا المكان يعرف صعوبة هذه الحياة في هذه المواقع، حيث لا توجد كهرباء وتوجد مياه بكميات قليلة جدا، وصعوبة نقل المواد الغذائية إلى هذه المكان. في هذه البلاد يعيشون سوء تغذية حاد بحكم لا يوجد ما يقتاتون عليه. بلا كهرباء والمياه الصالحة للشرب تكاد تكون منعدمة، وتعليم متدني. تعليم متدني وهو قائم على أهل الخير والإحسان، لا يوجد مكان للدولة في هذا المكان في جانب التعليم.
يعتمد السكان على الرعي وتربية المواشي والاحتطاب كمصدر دخل لهم. مشكلات عديدة يواجهها أبناء هذه المنطقة، أبرزها افتقارهم لمركز صحي يلبي الرعاية الصحية والإسعافات الأولية في ظل انتشار الأوبئة وبعد ووعورة الطريق إلى أقرب مستشفى. هذه المنطقة، منطقة تريوت، تبعد عن مدينة تريم 225 كيلومتر، منها 70 كيلومتر مسفلت، وما تبقى طريق وعرة جداً، يصعب وصول أي سيارة فيها إلا سيارات الدفع الرباعي فقط هي اللي تتصل إلى هذا المكان بصعوبة شديدة جداً. فأقرب مستشفى لهم يقع في مدينتي تريم التي تبعد عنهم بمسافة 8 ساعات بالسيارة، أو الريدة الشرقية باتجاه الساحل، ويكلفهم الوصول إلى إحدى هذه المناطق أكثر من 50,000 ريال. لذا فهم يعتمدون على العلاج الطبيعي بالأعشاب أو الكي بالنار. السيارات ماشي، ويمكن يحملون على كتافهم بالنعش اللي قدام ريل تعبان، يحملوه على الجمل ولا منه يحملوه على نعش على كتافهم ويسعفون، لان يحصلوا له عبره يسعفون فيها، سواء كان حضر موت او سواء كان صحوت. وللحين المسافه قدت منها وحده، وقت الركاب ثاني ووقت السيارات ثاني، والكيلوات نسمع بها ولا دلان ايش كيلو مدتها طويله قصيره، ومرحلة الرواحل ثانية ومرحلة السيارة الثانية. في كثير من الحالات لا يستطيعون أن يقولون للمريض لأنه لا توجد مواصلات، وإن وجدت المواصلات وعورة الطريق يعني تتضاعف الحالة وتستاء الحالة. غياب لمؤسسات الدولة وانعدام لمسؤوليتها. بعد التعرف على معاناتهم وتعبهم في البحث عن طبيب يكشف عن مرضاهم، قرر فريق البرنامج التدخل للمساهمة في تخفيف المعاناة. منازل المواطنين هنا حديثة، بناها فاعل خير بعد احتراق منازلهم السابقة المصنوعة من سعف النخيل. تم اختيار بيت الضيافة في المنطقة ليكون مقر الوحدة الصحية، فيما مكتب الصحة بالمديرية التزم بتوفير عامل صحي لها. قمنا بمهمة تأثيثها وتوفير الأجهزة اللازمة والأدوية. وحدة صحية للمنطقة وللمناطق المجاورة تقدم الإسعافات الأولية والرعاية الصحية الأولية. طبعا هذا المشروع يا لتلبية النقص الشديد جدا والحاجة الملحة للأهالي، حيث يعانون من كثير من الأمراض ولا توجد عندهم وحدة صحية ولا أي أدنى خدمات صحية في هذه المنطقة. أجهزة طبية وأدوية للإسعافات الأولية ولعلاج المرضى الشائع ستحدث الفرق في معيشة الأهالي وتخفف من معاناتهم. تم شراء المعدات اللازمة وتجهيزها لنقلها إلى الأهالي في وادي المسيلة. يستغرق نقل المعدات والأدوية 8 ساعات بالسيارة. يقطع أهالي وادي المسيلة هذه الطرق الشاقة عند البحث عن طبيب ومستشفى. منحدرات وحفر وطرق غير معبدة ومياه راكدة.
ارتسمت الفرحة على محيى الأهالي بقدومنا. نشكر الأخوة القائمين على هذا العمل والإنجاز الكبير في هذه المنطقة، منطقة وادي المسيلة، منطقة تريوت، ودورنا كعاملين صحيين تخفيف العبء على المواطنين في هذه المنطقة والمناطق المجاورة. صارت الوحدة الصحية جاهزة وانزاحت جبال من الهم والمعاناة. ونشكر على هذا الطلب والدعم لما جانا وقد تعبنا كثيرا وقد طلبنا يعني في هذه الطلبيات، وان شاء الله بدعنا الله ياتنا. ونشكر هذا الناس كلهم صغيرهم مع كبيرهم على هذا الدعم اللي جابوه لنا، نشكرهم على هذا المباشرة وعلى هذا الموافقة. نتمنى أن يلحق بهذا المشروع مشاريع أخرى، يلحق بهذا المشروع تطوير هذه الوحدة الصحية، يلحق بهذا المشروع بناء وحدة صحية لهذا الموقع. غائبة إلى الحد الذي لم يسمع عنها أحد، غائبة كغيابنا عن ضمير هذا العالم، نائية إلى الحد الذي لم يكشف عنها سوى تشابالا. تشابالا ذلك الإعصار الذي ضرب شواطئ حضرموت ذات كارثة. زارت كاميرا بلقيس المنطقة من قبل، وكانت واحدة من مئات القصص التي عرضتها ونقلت بعضا من معاناتها. انعدام تام للخدمات، فلا طريق ولا مركزا صحيا ولا مدرسة، لا شيء، لا شيء فعلا. بقيت مسيرة الأحرار هما يسكن البال وقضية إنسانية حاضرة لدى فريق العمل، تقع على قائمة الأولويات في لائحة العون والمساعدة. وما أن سنحت الفرصة حتى كنا هناك نؤسس لمركز صحي تم تجهيزه ليشكل لبنة أساسية للعمل الصحي في المنطقة. مسيرة الأحرار جزءاً من مشكلة كبيرة تمتد بامتداد خارطة اليمن الكبير. هل تعرفون أن 60 إلى 70% من الخدمات الصحية يقدمها القطاع الخاص؟ تقول الدراسات أن الخدمات الصحية الأساسية تشمل 35% فقط من سكان الأرياف، مقارنة ب 80% من سكان المدن، علماً أن التغطية الإجمالية للخدمات الصحية وبالنسبة للسكان في اليمن لا تتجاوز 58%. هذه الإحصاءات قديمة نوعاً ما، الوضع الآن أسوأ بكثير. في اليمن الذي يبلغ عدد سكانه نحو 30 مليون نسمة، هناك نحو 20,100 عيادة صحية، وما يعمل منها الآن هو 1700 وحدة صحية فقط. وفي اليمن هناك 569 مركزاً صحياً فقط و108 مستشفيات، وهناك طبيب واحد لكل 2000 مواطن في اليمن، هذا على أحسن تقدير. ساهمنا في هذا المركز ليكون أول بذرة لإنقاذ العديد من الأرواح في مسيلة الأحرار، وقد يكون هذا الفيلم الذي شاهدناه أول الطريق لكي يعرف الناس عن هذه المنطقة المظلومة. وفي وقت تحذر فيه منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من أن هناك طفلاً يمنياً يموت كل 10 دقائق جراء أمراض يمكن الوقاية منها،
أوليس من حق هؤلاء في المناطق النائية أن يحصلوا على رعاية صحية ولو في حدها الأدنى؟ إذن مشاهدينا تابعنا معا قصة الليلة وهي بعنوان مناطق معزولة وحياة دون طبيب، واستمعنا لتعليق من الزميلة هنا صالح التي استعرضت من خلال هذا التعليق جانب من واقع الصحة في أرياف اليمن ومدنها ومدى غياب النظام الرعاية الصحية في بلادنا. نرجو أن تكونوا قد تابعتم تفاصيل الحكاية لمعرفة جواب سؤال حلقة الليلة. سؤال حلقة الليلة يقول، والسؤال سيظهر معكم على الشاشة الآن، كم يبعد أقرب مستشفى عن أهالي منطقة مسيلة الأحرار؟ الاختيارات أيضا موجودة معكم على الشاشة، الاختيار الأول هل 8 ساعات، الاختيار الثاني 3 ساعات، الاختيار الثالث 5 ساعات. عليكم اختيار رقم الإجابة الصحيحة فقط من الإجابات الظاهرة على الشاشة وإرسالها من خلال الواتساب. الوقت المتاح لإرسال إجاباتكم مشاهدينا حتى الساعة 5 من عصر يوم الغد. أذكركم بالسؤال مرة أخرى، كم يبعد أقرب مستشفى عن أهالي مسيلة الأحرار؟ 8 ساعات، 3 ساعات، 5 ساعات. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدينا الكرام وصلنا معكم إلى الفقرة الأخيرة في حلقة اليوم وهي فقرة إعلان الفائزين معنا بالإجابة الصحيحة على سؤال حلقة الأمس والتي كانت القصة بعنوان تلاميذ الشجر وكانت من محافظة مأرب. طبعا كانت الإجابة الصحيحة هي الاختيار الثاني منطقة صاع. الآن سنقوم بشكل عشوائي باختيار 3 فائزين، قيمة كل جائزة طبعا 100,000 ريال يمني. كما تتابعون معنا على الشاشة عدد الإجابات التي وصلتنا، طبعا 1966 هذه الإجابات الصحيحة الذين أرسلوا فقط رقم الإجابة، لكن الإجابات التي وصلت للبرنامج والمشاركة تجاوزت 3000، لكن ربما 1000 ويزيد كانت إجابات فيها مشكلة بعدم الالتزام بإرسال رقم الإجابة، كان يتم إرسال رقم الإجابة وأيضا كلام آخر فلذلك لم يدخلوا في السحب. من أرسل بشكل صحيح والتزم بآلية البرنامج العدد 1966 هم أرسلوا رقم الإجابة. عدد الإجابات التي وصلتنا للرقم 1 331 إجابة، وعدد الإجابات للرقم الثاني الاختيار الثاني 1344، وعدد الإجابات للرقم 3291. عدد الإجابات من داخل اليمن كما تتابعون 1725، وعدد الإجابات من خارج اليمن 241. الإجابة الصحيحة كانت هي الاختيار الثاني و 1344 رقم معنا، لهم فرصة الفوز معنا اليوم بالثلاث الجوائز المالية 100,000 ريال لكل فائز. الآن سنختار الفائز الأول معنا بمبلغ 100,000 ريال وتتابعون معنا الآن على الشاشة السحب وبشكل عشوائي. بسم الله. إذن مبروك للفائز صاحب الرقم 967 772 95 261. إذن مبروك له 100,000 ريال الفائز الأول معنا في الحلقة. الآن سنقوم باختيار الفائز الثاني وأيضا سيفوز ب100,000 ريال أخرى. بسم الله. إذن مبروك لصاحب الرقم 967 772 95 2839. إذن مبروك له أيضا 100,000 ريال يمني وهو الفائز الثاني معنا في الحلقة. الآن الاختيار للفائز الثالث والأخير معنا في حلقة اليوم. مبروك لصاحب الرقم 00967، طبعا نفتح اليمن، الرقم هو 7379
4-8-4-7-2. مبروك له أيضا 100,000 ريال يمني. إذا تابعتم معنا السحب، 3 فائزين وفازوا معنا ب 100,000 ريال لكل فائز من الفائزين الثلاثة. في الغد أيضا سنقوم بالسحب أيضا على سؤال اليوم، وثلاثة فائزين معنا بثلاث جوائز وقيمة كل جائزة 100,000 ريال. وأذكر فقط للمشاركة والدخول بالسحب بشكل صحيح فقط إرسال رقم الإجابة إما 1 أو 2 أو 3. شهر مبارك وكل عام وأنتم بخير، نلقاكم غدا وحلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان، ومبروك للفائزين في حلقة اليوم. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمال.